تجميع مليون مشارك، ودعت إلى هذه التظاهرات الأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية التي شكلت منذ الجمعة الماضية ما أطلقوا عليها اسم جبهة الإنقاذ الوطني. وهذه الصور مباشرة من ميدان التحرير لهذا التجمع، القوى السياسية الليبرالية والعلمانية التي تتجمع هناك وتطالب بالتراجع عن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ويقولون إنه يمنحه صلاحيات مطلقة، بينما أوضح الرئيس مرسي بإعلان رئاسي البارحة وقال إن هذا الإعلان مرتبط فقط في الأعمال السيادية وهو لمرحلة زمنية قليلة فقط. أشير إلى أن التظاهرة كانت مقرر أن تجرى أيضا اليوم لجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المساندة للرئيس، ولكنها تراجعت عنها وقالت إنها تتراجع عن هذه المظاهرة حقنا للدماء المصري.